السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب صناعة المنصات الإلكترونية، حقيقة قمت بتوثيق التجربة لإنشاء منصة إلكترونية متكاملة. يعني أخذنا بنظر الاعتبار مجموعة من المنصات التي أشرفت على يعني تأسيسها وتنظيمها، من ضمنها منصة أريد ومنصة أبصر ومنصة فلسبي. فيعتبر الدليل المرجعي لمن يود أن يفكر في يعني إنشاء أو تنظيم منصة. الفصل الأول من الكتاب تكلم عن المنصات الإلكترونية، ما هو تعريف المنصة وكيف نشأت المنصات وأقسام المنصات الإلكترونية. أما الفصل الثاني فالانتقال من النموذج الخطي إلى النموذج الشبكي، إلى يسمونه The Network Effects. الفصل الثالث تكلمت فيه عن التأثير الشبكي، ما هي مزايا التأثير الشبكي وما هي فوائد التأثير الشبكي. الفصل الرابع كان عن خاصية التعلم الذاتي للمنصات، المنصات تتعلم، كيف تتعلم وكيف يمكن الاستفادة منها من المنصة وتصبح المنصات منصة ذكية. الفصل الخامس تنامي الاقتصاد، الخبراء يقولون أنه بعد 15 سنة من الآن كل شيء سيصبح في المنصات، يعني ستصبح مجموعة من التكتلات الإلكترونية وكل خدمة من الخدمات يمكن أن يتم استخدام المنصة فيها، في السفر منصة، في عند يعني عند مثلا السكن منصة، يمكن أن تقوم بتأجير بيت أو سكن عن طريق منصة مثلا Airbnb. حقيقة كل خدمة من خدمات أو من مناحي الحياة يمكن أن يكون لها بلاتفورم خاص بها. الفصل السادس كان عن يعني تطور العرض والطلب في المنصات، من الشركات العادية إلى المنصات الرقمية. الفصل السابع تصميم المنصات، كيف يمكن تصميم، ما هي الهيكل المناسبة لتصميم المنصة. الفصل الثامن عوامل التحول من اقتصاد الشركات إلى المنصات الرقمية. الفصل التاسع استراتيجيات إطلاق المنصة الناجحة، كيف تفكر بطريقة المنصات، يعني ما هي الاستراتيجيات، ما هي الطرق. فيه ثمان طرق لو ترغب بتأسيس منصة يجب أن تقوم باتباعها حتى تؤسس يعني المنصة. ثم الفصل العاشر نماذج تسعير المنصات، كيف يمكن أن نقوم بالتسعير والحوكمة في داخل المنصة. الفصل الحادي عشر تكلمت فيها عن التحول من نطاق المنافسة التقليدية إلى الحديثة. ثم الفصل الثاني عشر نماذج لمنصات أجنبية وعربية ناجحة، وقمنا بإدراج الفصل الثالث عشر تجربة إنشاء منصة أريد للعلماء والخبراء والباحثين. الفصل الرابع عشر والأخير دراسة الجدوى لمشروع المنصة، كيف تقوم بوضع التسعير والبنية التحتية وما تحتاجه من أقسام يعني من أهداف المنصة، وتعمل تحليل سوات في داخل المنصة. فحقيقة هو يعني دليل بسيط ومرجعي لمن يرغب بالدخول إلى هذا العالم والاطلاع بشكل أولي على الأقل، يعني أساسيات يعني المنصات. حقيقة باللغة العربية يوجد يعني نوع من الفقر والندرة في الحديث عن هذا الموضوع، يعني موضوع المنصات الرقمية. فأسأل الله أن يتم النفع به وأن يكون كتابا نافعا لمن يرغب أن يعني يرغب بتأسيس أو الدخول إلى عالم المنصات، أو على الأقل فهم هذا العالم الرقمي الجديد. شكرا جزيلا.